أين قارئكم؟ قارئ وين؟ تفضل يا شيخ، ماذا ستقرأ؟ كتاب الله. احنا ما نبي إلا من كتاب الله، لكن قول ماذا ستقرأ؟ كيف كما تحب، ماذا ستقرأ؟ ما قلت لنا. كتاب الله فيه التوراة أيضا وفيه الإنجيل ترى. من سورة يوسف. كان السلف رحمهم الله وشيخنا الشيخ حماد على هذا كان لا يبدأ درسا، يقول أن كثير من السلف كانوا قبل الشروع في الدرس في البدء يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى. لماذا؟ يعني قبل الدرس يقرؤون سبح اسم ربك الأعلى. كان في كل دروسه هكذا هو أيضا، يعني يأمر بقراءة هذه السورة. قلنا ليش يا شيخ؟ قال فيها علة، في حكمة. لماذا؟ أنا أسألكم. أحسنت، الآن فيها سنقرئك فلا تنسى. وهذا المراد، يعني نتمنى أنه مو مثل بعض الناس اليوم يقول العلم والعلوم كثرت والدروس كثرت، بعدين يبرر يعني وضعه وحاله فيقول العلم ينسي بعضه بعضا. لا لا، الأصل في العلوم إذا ابتغيت لله عز وجل أنه يثبت بعضها بعضا، لكن التبرير هو الأصل عندهم. تفضل أنت اللي بتقرأ ولا هو؟ لا هو قارئ. أشوفك تفاهمت معه. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أحسنت. نبدأ يا شيخ. أيضا قبل البدء، مع أن القارئ استعد قبل أن نبدأ بالقراءة، ولا تقرأ شوي وبعدين ما في بأس. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب هذه عندك. قال الشيخ الإمام أبو مظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمذاني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبانا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول
من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسير القرآن وهي دلائل تفسير القرآن. والسنة تفسير القرآن هكذا عندك ها؟ نعم. وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل الشروع في بيان الأصول التي ذكرها إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، أقول يحسن أن نذكر شيئا عن الإمام، يعني في ترجمته وسيرته رحمة الله عليه رحمة واسعة، عملا بحديث نبينا عندما ذكر قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. من حق علمائنا علينا رحمة الله عليهم أن نعرف شيئا من أخبارهم وسيرهم حتى نعرف ونتعرف عليهم عن قرب، لعلها تكون دافعا لشحذ الهمم والسمو بها على ما هو الشأن في هذه الأيام. فإمامنا رحمه الله هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. يقول فيه الذهبي رحمه الله هو الإمام حقا وهو شيخ الإسلام صدقا، ومراده التأكيد رحمه الله بهذه الكلمات وهذه الأوصاف، لأن البعض أحيانا لعله من باب النقد أو من باب الإخبار يذكر عن الإمام الذهبي أنه يتوسع في ذكر الإمامة أو وصف الناس بالإمامة والمشيخة وغيرها، وليس الأمر كذلك. والإمامة كما تعرفون قد يكون إماما في الحق وقد يكون إماما في الباطل. نعم، وهذا يطلق عليه إمام وذاك أيضا يطلق عليه أنه إمام. فلذلك رحمه الله هنا يقول عن الإمام أحمد، يقول هو الإمام حقا وهو شيخ الإسلام صدقا. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد رحمه الله سنة 164 أو 64 و100 للهجرة، وولد يتيما، مات أبوه قبل ميلاده، ومات أبوه وهو حديث سن يقارب 30 عاما الأب، ثم وليته أمه تولت أمره وانتقلت به من مرو وتحولت به إلى البصرة، ثم من البصرة إلى الكوفة، ثم من الكوفة إلى بغداد.
وهذه الكلمة